بسم الله. كنتي عرفت هاد معكم هاد الوصفة هادي. المهم خوتي هنايا كاين الماء سخون، ماشي سخون بزاف، المهم دافي، خليناه حتى برد واحد شي شوية تقريبا واحد دقيقة ونص، ودرنا فيه ثلاثة ديال التمرات وعصرنا عليه حامضة بهاد الطريقة هادي صافي، وحطيناه واحد ست سوايع حتى برد وهدا على خاطرو. المهم هاد الوصفة ديجا أنايا مخلطها، هاهي دابا غادي نقدموها للبويرات ديالنا بهاد الطريقة هادي. هذا هو النهار الثالث ديال هاد الطويرات هادو. المهم كيما شفتو، هناك ما زدناهم العيفات من هنا وزدناهم العيفات من هنا، وفرنا لهم عاوتاني العيفة من هنا، وفرنا لهم عاوتاني معيفة أخرى من هنا، باش غدا إن شاء الله غادي نحاولو نطويو القفص